لكن هذه الهجمات لا تصل إلى حجم 5%، هي أقل من 5% من عدد القوافل الدعم اللوجستي لقوات الأمن العراقية. And this is not going to affect the coalition support to the Iraqi security forces. وهذه الهجمات لن تكون أي عائق ولن توقف دعمنا لقوات الأمن العراقية. We're committed to provide advice, intelligence, surveillance, and air power. نحن ملتزمون بدعمنا لقوات الأمن العراقية من جهة تقديم الدعم الاستخباراتي وتقديم الدعم اللوجستي وتقديم الدعم الجوي. And the coalition and our partners, the ISF, we have one goal, and that's to defeat Daesh in Iraq. وقوات التحالف الدولي كما شركتها قوات الأمن العراقية لديهم واجب واحد وهم ملتزمون به، وهدفهم هو القضاء على فلول داعش في العراق.